دعوني أتكلم قليلا عن معنى الزهد. كثير من الناس يتخيل أن الزهد في الدنيا هو أن الإنسان يعني يلبس المقطع من الثياب ويعني يعتزل الدنيا، وبعض الناس يتصوف يلبس الصوف ويستقل عن الدنيا ويصبح من أهل الله كما يقولون هكذا، يعني هو أهل الله عز وجل، وما ليسوا هؤلاء إلا إذا تأصل المعنى بشكل صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال الزهد في الدنيا. الدنيا كانت تحت يده الكريمة عليه أفضل الصلاة والتسليم، لكنه كان يأباها، كان يتسامى عليها صلى الله عليه وسلم، والأحاديث والآيات كثيرة في هذا الأمر. انظروا وتأملوا معي في هذه القصة العجيبة التي تذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل فقير جدا جدا، فجاء هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، مجهود خلاص، بلغ بي الجهد والتعب شيء شديد، حتى سمى نفسه مجهودا. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل فعلا، شكله في منتهى الفقر، وجهه شاحب تبدو عليه آثار الجوع والفقر الشديد. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم لحاله. الآن انظروا ماذا سيحدث في القصة. بعض الناس يذكرونها هكذا، لكن دعونا نتأمل. فيقولون في القصة: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت زوجاته، فكل ما ذهب إلى بيت من البيوت يرجع المرسل فيقول: يا رسول الله، زوجتك تقول لك ما عندنا إلا الماء. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليهم واحدة واحدة، تسعة بيوت كلهن لا يملكن إلا الماء. تخيلوا، ما في حتى تمر، ما في حتى طعام. هذا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم التي الدنيا تحت يديه لو شاءها، النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح الجزيرة كلها وكانت تأتيه الصدقات والأموال والزكوات من كل مكان، وله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته المحتاجين للخمس من هذه الأموال، مع ذلك لم يجمع شيئا. تأملوا هذا الزهد في الدنيا. هي الزهد متى يتجلى؟ يتجلى الزهد عندما تكون الدنيا في يديك وترفضها، تأباها. هو بعض الناس ما عنده شيء يصير زاهد، هذا أسهل زهد. ليش؟ أنا أصلا مضطر إليها، أنت واحد فقير وما عنده أي شيء زاهد في الدنيا. هي الزهد لما يكون الإنسان بيده الدنيا. طبعا هل ممكن الإنسان يكون زاهد وعنده أموال كثيرة؟ الإمام أحمد سئل هذا السؤال بوضوح: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ يعني 1000 دينار من الذهب. يعني لو أحببنا أن نحول هذا السؤال إلى لغة العصر كما يقولون، هل ممكن يكون الإنسان مليونير أو ملياردير وزاهد في نفس الوقت؟ هذا السؤال من الجميل أنه وجه لواحد من أعظم علماء المسلمين. والمزية الأخرى في سؤال الإمام أحمد أن الإمام أحمد هو شيخ الزاهدين في زمانه، مثال للزهد. كان الزهاد يعتبرون شيخهم وأستاذهم، وعلى مدى الزمان يعني هو من أئمة الزهد في التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى أنه من أئمة العلم. فسألوه: هل يمكن أن يكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ فقال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. الله الله، انظر وتأملوا كلام الرائع، أن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا: وما علامة ذلك؟ ما علامة ذلك؟ ما هي العلامة التي تدلني على أن الدنيا في يدي؟ يعني احنا كلنا ممكن ندعي ذلك، جالسين نستمتع بالدنيا ونقول والله الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. هل هذا حقيقة ولا لا؟ أنا والله يا أخواني يا أخواتي تعلمت الكثير في الحياة. من هذه الأمور تعلمت أنه أحيانا يصير مشاكل بين الناس، تلقى هذا يحلم والله العظيم المسألة ما لها علاقة بالمال وأنا ما تهمني الفلوس، وبعدين أكتشف أن كل المسألة مال وفلوس، ومستعدين يضحوا بأمور ضخمة جدا من أجل مال وفلوس، أهم عندهم من كثير من معاني الدنيا والدين والدنيا والآخرة. المال صار في نفوس الناس، صار رب الناس والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. عبد صار عبد للدينار والدرهم، بل أكثر من هذا، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، صار عبد للملابس، صار بعض الناس عبيد للعقارات، بعض الناس عبيد للأسهم، بعض الناس عبيد للمجوهرات، عبيد لها، صار في قلوبهم. والكل يقسم، الكل يقسم أنه والله مالها ما تهمني الفلوس، وأنا ما هي قضية فلوس ولا قضية مال.
كذب وخداع يعيشه الناس والعياذ بالله. والأسوأ من هذا أنهم يصدقون هذا على أنفسهم. كيف نعرف أن الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا؟ كيف؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال أيضا. شوفوا إحنا سبحان الله يعني تراثنا مليء بالكنوز في فهم الدنيا والدين والحياة. كيف يعرف الإنسان كان فقيرا أو غنيا؟ كيف يعرف أن الدنيا في يده وليست في قلبه؟ سئل الإمام أحمد لما قال عن الزهد تكون الدنيا في يده وليست في قلبه، قالوا وما علامة ذلك؟ ما هي العلامة التي تدلنا على أن الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا؟ فأجاب بإجابة عجيبة جدا، احفظوها طبقوها قيسوا بها علامة أن الدنيا في أيديكم وليست في قلوبكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن. الله الله، إذا زادت الدنيا ما يفرح، وإذا نقصت الدنيا ما يحزن. بعض الناس لما يخسر شوية سواء في الأسهم ولا مشروع دخل فيه ولا فقد وظيفته، انقطع كما يقولون رزقه، تلقى صار مهموم ومشغول، يمكن حتى في صلاته ما هو قادر يفكر، ويعني خلاص صار تفكيره منصب فقط في قضية الهم بالمال. هذه الدنيا في قلبه ليست فقط في يده. هذا الإنسان الآخر الذي لما تصير مشكلة قضية مبلغ بسيط مستعد أن يخسر به علاقات ويخسر به يعني مصالح ضخمة للدين والدنيا، لكن يصر على المال. هذه الدنيا في قلبه وإن ادعى غير ذلك. الأمريكان عندهم مثل لطيف تعلمت منهم، يقولون لما واحد يقول لك It's not about the money، يعني المسألة ما لها علاقة بالفلوس، Then it is about the money، إذن اعلم أنها كلها قضية فلوس. سبحان الله، صحيح. هؤلاء أهل الادعاء نراها في تصرفاتهم، نراها في مواقفهم، نراها في علاقاتهم، كلها تتضح قضية هل المسألة فلوس ولا فعلا زهد حقيقي. لما يروح يشوف حسابه في البنك ويشوف الحساب زايد، هذه الدنيا دخلت في القلب. ولما يروح ويشوف الحساب قرب يخلص ولا خلص، ويتورط ويخلص ويتوتر، It's about the money، فلوس صارت في القلب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المختار سيد الخلق أجمعين، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، بيوته كلها 9 بيوت وهو يملك الدنيا تحت يديه لو شاء، ليس فيها إلا الماء وليس عنده قلق ولا هم. الله، هذا هو حقيقة الزهد. فهذا الرجل المجهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستعين به، وإذ ليس في بيته صلى الله عليه وسلم إلا الماء، في بيوته كلها ليس فيها إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم، يكلم الصحابة اللي جالسين معه، قال: من يقوم بأمر هذا؟ من يتولى إطعام هذا الإنسان المجهود، هذا الصحابي المجهود؟ فقام رجل من الصحابة، واحد من الأنصار رضي الله عنهم، فقال: أنا يا رسول الله. هذا الآن صاحبنا الذي قال أنا يا رسول الله ليس من الأغنياء، واحد مسكين فقير ما عنده شيء، لكن أخذته النخوة. ما يصير هذا الإنسان المجهود يترك، ولو ما عندي شيء أدبرها أدبرها أشوف له حاجة. يقولون فأخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، هذا الفقير أخذ فقيرا فجاء به وقال لامرأته: هل عندنا شيء؟ تخيلوا الإنسان يريد أن ينفق وما هو متأكد عنده شيء في البيت ولا لا، هو الآن يسأل زوجته. أنا قاعد أتأمل في تفاصيل هذه القصة وأنظر عجائب. هذا الصحابي الآن دعا واحد وهو لا يدري هل في عنده شيء ولا ما عنده شيء. شوفوا الكرم والجود، أبت نفسه أن يترك هذا المجهود، فذهب إلى زوجته وقال لامرأته: هل عندنا شيء؟ فقالت له: ما عندنا إلا طعام الصبية، فقط طعام الأولاد، ما عندنا مال، ما عندنا طعام، عندنا شوية أكل يا الله يكفي الأولاد، يعني ما في طعام حتى للرجل وزوجته. أي نوع من الكرم، أي مستوى من الجود، أي إيمان صادق دخل في النفس، أي زهد في الدنيا يتجلى أن الإنسان ما عنده ما يأكل ولا عنده ما يطعم به زوجته ومع ذلك يتصدق. وقعنا في إشكال،
الطعام الوحيد المتوفر هو طعام أولاده، وهل عند الإنسان أعظم من أولاده؟ هل بخلنا إلا الأولاد؟ فكروا معي، نحن لماذا نبخل؟ خايفين على أولادنا، نريد أن نطعمهم، نحتاج شوية فلوس نخبي لهم عشان العيد، عشان نلبسهم، عشان أقساط المدارس، عشان نخبي لهم شوية للمستقبل، يمكن يحتاجون دراسة، يحتاجون عشان نزوجهم. ما الذي بخلنا إلا الأولاد؟ يمكن الواحد فينا لو ترك هكذا بدون ما يكون عنده مسؤولية أولاد يمكن فعلا تتجلى عنده معاني الكرم والجود، لكن لما جاءت ودخلت قضية الأولاد في الطريق، سبحان الله، يعني الشيطان يعدكم الفقر، لو أنفقتم الأولاد إيش حيصير فيهم، دير بالك دير بالك، فتأتي معاني البخل يدخلها الشيطان من خلال الحرص على الأولاد وحاجتهم ومستقبلهم. ماذا قال هذا الصحابي الأنصاري؟ قال لزوجته: أشغليهم حتى يناموا، شاغل الأولاد، لاعبيهم، لا توكليهم، خلي الأكل هذا إلى أن يتعبوا من شدة اللعب يناموا. وفعلا فعلت المرأة ذلك ونام الأولاد، فنادى زوجته قال لها: ضعي الطعام وإحنا نجلس مع الضيف، وتظاهري بأنك تأكلين ولا تأكلي، وأنا أيضا سأتظاهر أني آكل ولن آكل، ولما نضع الطعام سأعمل حركة عشان ضيفنا يأكل. قالت: حاضر. شوفوا، حتى الزوجة، يعني أحيانا الزوجة هي تكون سبب البخل. يا رجال، إحنا أهل أولى، وإحنا وإحنا وإحنا، يعني التفكير في النفس وفي الأهل والأولاد، والآن هذا يريد أن يتصدق، يريد أن تتجلى عنده معاني الكرم، يريد أن يكسر الشهوة التي في نفسه والبخل الذي تأصل في قلبه. تأتي الزوجة أحيانا تمنع. ما شاء الله، هذه الزوجة التي شاركت زوجها في معاني الكرم. فلما جلسوا على الطعام تظاهر الرجل بأنه يصلح المصباح، تعرفون زيت، مصباح زيتي، ما عندهم أنوار كهربائية مثل عندنا اليوم، مصباح زيتي، فتظاهر أنه كان يصلحه، فانطفأ السراج، فعمل نفسه أنه ما عارف يشغله، فقال له كل، فيسولفون معه ويتحدثون ويأكلون، هم يتظاهرون أنهم يأكلون وهم فعلا لا يأكلون، وأكل الرجل حتى شبع وخرج من البيت شبعان. لما كان ثاني يوم جاء هذا الصحابي الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما صنع ضيفك؟ قال: الحمد لله، يعني الحمد لله، ضيفنا أكرمناه وسررنا بوجوده وأطعمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال كلمة عجيبة جدا، قال: قد عجب الله لصنيعك أنت وزوجك لضيفكما. الله الله، الله سبحانه وتعالى تعجب من درجة الكرم والجود التي وصلتم إليها. فقال صلى الله عليه وسلم: ونزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون المحتاج على أنفسهم حتى لو كانوا هم محتاجين، يقدمون من هو أكثر حاجة منهم. هذا هو الإيثار بصورته الرائعة، معنى الزهد ومعنى الإيثار معنيان جميلان رائعان. الإيثار هو أن تنفق وأنت محتاج لذلك، هذا معنى الإيثار. معنى الكرم أنك تنفق وأنت عندك، لكن معنى الإيثار أن تنفق وأنت لا تملك إلا ما تحتاج إليه. ففي هذه القصة، القصة الرجل الذي تصدق هو وزوجته على رجل محتاج أكثر منهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه هذا المدح العظيم وبين أن الله بجلالة قدره تعجب. شوفوا، هذا من الألفاظ النادرة التي يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عجب الله سبحانه وتعالى، يتعجب الله عز وجل، وهو العالم العليم سبحانه الذي لا يغيب عنه شيء. لكن هنا العجب ليس عجب إنسان الذي لا يعلم، وإنما عجب من يعلم، تعجب الله عز وجل، يعني أعجب بهذا الكرم والجود والإيثار، أن يستطيع الإنسان أن يكسر شهوة النفس المتعلقة بحب المال وتغلغل المال في النفس الإنسانية. استطاع هذا الصحابي وزوجته أن يكسر هذه القاعدة فيصبح من أهل الإيثار.